أول سؤال معانا، حد بيقول أنا حفيد، هل يمتد لي عقد الإيجار طبقا لحكم النقد الجديد أم لا؟ ويمكن شفنا الفترة اللي فاتت كمان بعض الأخبار تداولت هذه النقطة يعني. تمام. الموضوع ده مش جديد، علما ان انا شفت وكذا حد عرفه وسالني فيه وقال لي ايه الحكم الجديد وايه الحكم، يعني ممكن يكون حكم النقد ده نفسه هو اللي يعني حكم حديث، ولكن المبدا نفسه مستقر عليه. يمكن اقول لك التاريخ تتخض من 2002، يعني من 18 سنه. المبدا نفسه مستقر عليه. لا، ما بتبقاش حاجه حصلت، بتبقى ايه؟ عشان الناس تبقى فاهمه، بيبقى في قضية شغالة في المحاكم، وقاضي أول درجة مثلا رفضها، ما قال للحفيد لا أنت مالكش امتداد، راحت الاستئناف رفضها، الراجل شايف ومحاميه شايف أنه ليه حق طبقا للحكم المحكمة الدستورية اللي صدر في 2002، فيبدأ يرفع النقد. النقد ممكن ياخد وقته فيتحكم فيه، فلما اتحكم في النقد يتحكم في النقد مش على اساس انه حاجه جديده طلعت، لا، ده النقد ايد ما قالوا حكم المحكمه الدستوريه اللي في 2002. طب ايه حكم المحكمه الدستوريه في 2002؟ يعني عايز اوصل للناس انها ما تقلقش، ما فيش حاجه، لان الناس بدات تتطور، هو في حاجه جديده، قانون جديد، يعني الناس في مصر لما بتسمع حاجه وما بتبقاش عارفه الخلفيه بتاعتها ايه بيبدا يحصل ازعاج، وبالذات في قانون، يعني شوف حاجتين الناس بيتوتروا بيهم جدا عندنا، الاحوال الشخصيه، قانون الاحمال الشخصيه وقانون الايجارات، لانه بيمس الاسره، بيمس كيان الاسره نفسه. يعني واحد يقول لك ايه ده، وانا اطلع المالك بقى يقول لك الله ده طلع حكم جديد يدي للحفيد. يعني 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 ده في واحد بيقول لي انا خلاص الحمد لله همضي عقد مع الحفيد لانه منهم لله طلعوا لنا حكم للحفيد. يا ابني مفيش حاجه طلعت، ما تقلقش، يعني الناس رفقا شويه، هنشرح نقول ايه عشان الناس برضو تبقى فاهمه. بالظبط. صدر حكم محكمه دستوريه سنه 2002. الحكم صدر بيقول ايه؟ بيقول الوضع اللي قبل الحكم ده كان ايه؟ وليس قانون. نفرق يا جماعه بين قانون وحكم محكمه دستوريه. الحكم محكمه دستوريه اقوى من قانون، لان المحكمه الدستوريه هي اعلى سلطه تشريعيه، اعلى هي. كان عندنا في حكم الايجارات طبقا للقانون القوانين القديمه بتقول ايه؟ ان الاب يمتد عقد الايجار لمين؟ للاب والام والزوجه والاولاد المقيمين مع المستاجر الاصلي وقت الوفاه. فاصبح بقى ايه؟ المستاجر الاصلي مات سنه 40، 1940، تمام؟ يمد لولاده. طب ولاده ماتوا يمدوا لولاده، ولادهم ماتوا يمدوا لولاده. لحظة واحدة، هنا الراجل توفاه الله ماشي وموجودة الزوجة، تمام، العقد هنا يمتد للزوجة؟ لا، يمتد لكل اللي قلتهم. يبقى هم كده أب بمثابة يعني لا لا لا، هرجع لك في دي. طيب اتفضل. يمتد الأب وأم، يعني لو الأب موجود يمتد له، لو الأم موجودة يمتد لها، أم المستأجر الأصلي، لو زوجته موجودة يمتد لها، لو ولاده موجودين يمتد لهم. يبقى دول اللي القانون شمالهم بالامتداد بشرط تاني معاهم، ان هم يبقوا موجودين ان هم يكونوا مقيمين. يعني لو واحد متجوز، لو الاب النهارده توفى سنه 40 مثلا، خلينا في مثال 40 ده عشان هنرتب عليه حاجه تاني. توفى سنه 40، سنه 40 ده لما مات كان عنده ولد وبنت، تمام. الولد كان متجوز والبنت كانت عايشه معاه، الواد ما يمتدلوش، البنت يمتد للبنت. الله، ما انت بتقول لي يمتد للاب والام والزوجه ولا لا، بشرط المقيم الاقامه، يعني لازم الشرطين مع بعض يتحققوا. لو تحقق شرط منهم ما ينفعش. انت تقول لي يعني ايه يتحقق شرط منهم؟ يعني اقول لك لو ابن اختي قاعد معايا، ما هو مش من الاب ولا الام ولا الزوجه ولا بس هو عايش معايا، ما يتحقق، لازم يبقى واحد من الاربعه والخمسه اللي قلناهم دول، تمام، او ويكون مقيم وقت الوفاه. واضحه كده؟ واضحه. القانون كان بيدي ايه بقى؟ كان يقول لك ايه؟ الراجل ده يموت، المستاجر الاصلي، احنا بنقول عليه مستاجر اصلي اللي مضى عقد الايجار. يدي بقى لمراته موجوده تاخد، حد من ولاده موجود ياخد، حد من ولاده، السؤال انت بقى قلته، هما ياخد لابن واحد بس ولا لا؟ يعني لو قاعد مع بنته وولد ومراته اللي الثلاثه ياخدوا.
الامتداد لمره واحده. مفيش حاجه كده. يعني نشرح في القانون القديم، هنوصل للحكم طيب الجديد. تمام. تمام؟ يقول لهم ياخدوا. تمام؟ مات الابن. ابنه ياخد. مات الابن اللي هو ده الحفيد الثالث مثلا. الزوج. يمد 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 ليه لا ليه الى ما لا نهايه. ده بجد الى ما لا نهايه. فحد ابن حلال بيفهم طعن بعدم دستوريه هذه الماده امام المحكمه الدستوريه، وقال انه هنا انقلب عقد الايجار من عقد حق انتفاع شخصي تمام لتوريث بقى خلاص. امتى الراجل يا عيني ابو 6 جنيه اللي بيقبض كل شهر كده يدخل له بازازه كنز ويفرح بيها ويسقيها للولاد وخلاص، ده بيته اتقلب لعلبه كنز 6 جنيه 5 جنيه 7 كلام يعني فارغ يعني الصراحه الحق يعني. فحكم المحكمه الدستوريه ده مخالف حتى للشريعه الاسلاميه، انك انت قلبت الحق ده الى حق بقى ملك الراجل. فقالوا لا، يمتد عقد الايجار للمستاجر الاصلي وورثته بس وجيل واحد فقط اللي هو ايه، عشان نحمي الاسره، لان احنا معتبرين عقد الايجار ده عقد اسره كامله. تمام. فصدر الحكم ده في 11/2002. قال انه يمتد عقد الايجار لمين؟ للمستاجر الاصلي، لو الف ده مستاجر اصلي توفى وترك 3/4 بمراته، ترك مراته، ترك امه معاه، كانت ام والدته قاعده معاه. تمام. ربنا يكرمه. تمام. وبعديها راح تارك الزوجه، وفي نفس الوقت تارك الزوجه وتارك 2 من ولاده، هيمتد للاربعه. مفيش حاجه اسمها لجيل واحد وواحد من الاسره، مفيش قرار. يعني كل واحد يتوفى يسلم التاني؟ ما يسلمش، هما كلهم قاعدين. مش يعني الشقه مش مره واحده الا باخر واحد من الاربعه يموت. بعد كده لا يمتد لاي حد. يعني كده العقد. معلش بس نبسط اكتر عشان الدنيا تبقى ايه معانا يعني. لا على الاخر بشويش يعني. استاذ احمد كده في 3 مقيمين مع اللي هو المستاجر اللي هو مكتوب باسمه العقد. حلو. وتوفاه الله. تمام. هنا المفروض العقد يمتد بقانون لكل المقيمين معاه. لكل المقيمين لحد اخر واحد يتوفاه الله؟ اه. وعلى فكره كان فيها الكلام اللي حضرتك بتقوله ده عمل لغط وعند لغط عند القانونيين نفسهم. قالوا ايه؟ يمتد للابن الاكبر، مين اللي جابها؟ جبتوها منين؟ إيه؟ ملهاش اساس. مش شرط. يعني ايه اشمعنى هو الابن الاكبر ده يعني عشان اتولد بدري شويه يبقى هو المميز يعني. يعني ده حتى الشرع ما فرقش بين الابناء. يعني ما جاتش خالص. وكان فيها لبس في الاول ايام 2002. ما هو قانون الحكم صدر 2002 وتم قتل هذا الموضوع بحثا يعني خلاص. يعني مش عايزين نقول للناس فيها اراء، لا خلاص هو الراي السليم فيها انه هيمتد لكل من كان مقيما مع المستاجر الاصلي من اللي ليهم حق الامتداد لغايه اخر واحد فيهم يموت. يبقى خلاص، يبقى الشقه تتسلم ازاي؟ لصاحبها بقى. لصاحبها لصاحبها او لورثته لو كان لسه عايش. هتتسلم لحد. فخلاص ده الحكم عمل ايه؟ قطع مرحلة كبيرة جدا ومحترمة. انت كنت هتسلم ده وده يسلم ده وده يسلم ده زي ما انت شايف. طيب ايه حكاية الحفيد ده بقى؟ جا منين الحفيد؟ ما انت كده بالكلام ده الراجل توفى، ابنه مات، ابنه تدله، انت بتقول يسلم. المفروض الحفيد هيمتدله منين؟ هقول لك منين هيمتدله الحفيد. احنا القانون ده لما صدر امتى؟ صدر في 11/2002 وقال يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اللي هو 15/11/2002. اسف مش القانون، حكم المحكمه الدستوريه، انا نفسي اهو بقول قانون. تمام. حكم المحكمه الدستوريه صدر في هذا ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريده الرسميه اللي هو يوم 15، نشر يوم 14. القانون ده قال ايه؟ قال حكم المحكمه الدستوريه قال ايه؟ قال لك انا مش هلمس المراكز القانونيه السابقه على الحكم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني قبل ما يصدر الحكم ده مش كان القانون بيدي حق لألف توفى، المستاجر الاصلي توفى وترك ب. تمام؟ ب على القانون القديم.
بقى اصلا بياخد حكم كلمه المسجل الاصلي. بقى احنا في القانون القديم كنا بنسمي الابن او الزوج او الخمسه اللي امتد لهم عقد الايجار من ابوهم قبل صدور الحكم المحكمه الدستوريه ده كنا بنسميهم مستاجر اصلي. فحكم المحكمه الدستوريه لو جه لقى الف ده متوفي قبل اف الف توفى وترك ب، خلينا الف ترك ب مش ضروري ترك الخمسه، اللي هيتطبق على ب يا جماعه هيتطبق على الكل. الف ده توفى سنه 2011 اكتوبر 2011 بعد 2002 اسف توفى اكتوبر 2002 تمام اول وفاته هنطبق القانون القديم لان الحكم لسه ما طلعش اللي هو 96 القانون قبل 96 قانون 136 سنه 81 قانون الايجارات القديم ده غيره القوانين الاستثنائيه تمام قانون 96 ده قانون جديد على فكره تمام بس عشان بحب زحمه القوانين بتتوه الناس صح فالراجل ده توفى في اكتوبر اكتوبر 2002 لما توفى وضعه القانوني ايه؟ كان لسه حكم المحكمة ما طلعش لأن حكم المحكمة طلع في 11/2002 شوف أنا بقربها لك قوي طلع في 11 إذا يطبق عليه القاعدة اللي كانت حتى لو قبلها بشهر حتى قبلها بيوم وعشان كده بقول لك القانون عمل بيه إيه 15/11 لو الراجل ده توفى 14/11 حاجة و15/11 حاجة تخيلي بقى يوم ده قانون أصله فاللي توفى بقى في أكتوبر ده ابنه امتد له عقد الإيجار طبقا للقانون خد حكم المستاجر الاصلي بقى اسمه ابنه ده اسمه مستاجر اصلي زي ابوه تمام يحصل ايه بقى؟ تمتد بقى يمتد بقى خلاص هيجي حكم المحكمه الدستوريه يلاقي مين اللي اسمه مستاجر اصلي مش الاب الف هيلاقيه ب هيتعامل معاه على اساس انه هو ده الف مستاجر اصلي ويمد بقى لمين؟ لزوجته ولاولاده المقيمين معاه اللي هو مين؟ حفيده فهنا الحفيد هو الحكم النقضي ده ايه؟ المحكمه طردت قالت لك طبقا للحكم لا محكمه النقض قالت لك لا ده هو هنا الحفيد ابوه اصلا كان مستاجر اصلي لانه طلع انه جده توفى قبل صدور الحكم كان وضع ابوه اصبح مستقر احنا عندنا مركز حاجه اسمها استقرار المراكز القانونيه مش كل ما يطلع قانون يغير لك حياتك فالجد لما مات قبل الحكم المحكمة ولذا عايزين نحط قاعدة نريح الناس بيها الحفيد يبتدله ولا ما يبتدلوش أي حفيد يبص على التاريخ ده 15/11/2002 لو جده توفى قبل 15/11/2002 الحفيد يبتدله بعد الحفيد مش يبتدله لا يبتدله الحفيد يعني في 2021 اهو 2021 لو في مستاجر اصلي اللي هو الجد اتوفى قبل 2002 تمام صح كده؟ قبل 11 قبل 15/11/2002 تمام؟ وابنه اللي هو الاب يعني كمل في الشقه حلو والاب ده خلف اللي هو الحفيد حلو الحفيد بقى لو الاب توفى يكمل هو في الشقه يمتد له هو في 2021 يبقى ده اخر جيله يمتد له طب لحد السنه اللي فاتت لا 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 ولا ليه؟ خلاص هيمتدله جيل واحد بس وخلاص ويروح قبل 2002 ما احنا خلاص كده هيمتد لاخر حفيد للي باقيين يعني الاب مات 12/11 تمام المستاجر الاصلي مات 12/11 وترك مين؟ وترك اب وزوجه ترك اب ام واب ابن وزوجه وابن تمام هيمتد دول كلهم الاربعه اسمهم مستاجر اصلي ماتوا كلهم الحفيد الابن موجود. بقى موجود اتجوز في الشقه وخلف واد ايوه تمام هيمتد للواد ده والواد ده يبقى الولد ده ومراته وامه اللي هي زوجه المستاجر الاصلي تبقى هي ممتدلها دول اخر جيل خلاص طب معلش لو الحفيد وعشان كده هنا بيبقى بنقول الحفيد امتدله عارف لو هو يوم بعد 15/11 مات الراجل لو المستاجر الاصلي مات بعد 15/11 يبقى اولاده بس اللي تركهم ما امتدش الحفيد ماشي طب الحفيد ده لو صعبه ولا ايه انا يعني عايز يعني عايزه اسال حاجه في النقطه دي لو الحفيد اتجوز في الشقه تمتدله برضو الحفيد بقى اتجوز في الشقه اهلا وسهلا ويتجوز اللي تلاقي الواحد يقول لك ايه الملك يقول له انا مش هطلع لك العفش فوق
واوعى توضى، كلام فارغ. لا يعني يمتد للحفيد حتى لو اتجوز وخلف الشقه برضه، يمتد ويقعد مع مراته وعياله جوه الشقه. لو مات الحفيد ده مراته وعياله يطلعوا بره خلاص، هو اخر جيل خلاص. ما يمتدش بقى لزوجته. نلخص الموضوع اكتر شويه، احنا بنتكلم كده ان الفكره في الاخر خالص ان هو بيمتد لثلاث اجيال بعد 2002. لا بعد 2002 بيمتد لجيل واحد. لا ما احنا كده بنتكلم اهو، قبل 2002 كان موجود الجد. حلو، قبل 2002 بيمتد الجيلين. قبل 2002 بيمتد اهو، يعني في كده جيل اللي هو الجد، اللي هو الجد تحتيه في ابن، ماشي، تحت الابن بقى بعد 2002 الحفيد. في الحفيد. طيب ما ده قبل مش بعد. تمام، قبل 2002 اي مستاجر اصلي يموت قبل 2002 اذا توفرت الشروط الاقامه مع الاب والقصه دي، الحفيد ممكن يمتد له. باختصار لازم قبل 2000 قبل 15/11 نشوف مين المستاجر الاصلي. المستاجر الاصلي ده مات قبل كده، يبقى في امل لامتداد الحفيد. بعد 15/11 الوفاه، الحفيد مش هيمتد له في كل الاحوال. تمام؟ تمام، خلصت النقطة دي. عشان فهي نرجع نقول ان حكم محكمة النقد حكم انا شايفه سليم ورائع، تمام، بس هو مبني على حكم المحكمة الدستورية اللي صدر من 2002. يعني مش حاجة حديثة، هو نفسه حكم محكمة النقد اللي طلع قريب. لكن القاعدة القانونية والمبدأ اللي شغالين عليه وبيتحكم بيه موجود من 2002. وبتحكم بيه خلاص دلوقتي بقى افضل ان اتفهم اكتر.